70 عاماً من الحداثة هو العنوان الذي اختارته وزارة الثقافة لفعاليات الموسم الخامس لأيام الفن التشكيلي السوري الذي استوحته من فوز لوحة الفنان التشكيلي فاتح المدرس التي فازت بالجائزة الأولى في المعرض السنوي الثالث عام 1952. نحتفل اليوم بأيام الفن التشكيلي السوري وبذكرى 70 لفوز إحدى لوحات المعلم فاتح المدرس عام 1952 بجائزة أفضل لوحة، وكان ذلك إذانا بانطلاق حركة الحداثة في الفن التشكيلي السوري. هذه الحركة التي أطلقت العنان للفكر والإبداع خارج الأطر التقليدية مع الحفاظ على الأصالة والتمسك بالبيئة والتراث. الفن التشكيلي بسوريا هو عمره أكثر من 100 سنة، يعني بدأ بنهاية القرن 19. نحن بأيام فن تشكيلي دائما عم نحاول أنه نحيي الذكرى ونكرم الفنانين الرواد، وعم نحاول كل سنة يكون في شيء مرتبط بحدث. السنة نحن في عنا حدثين مهمين، الأول هو أنه 100 سنة ولادة فاتح مدرس، والحدث الثاني أنه 70 سنة على نيل لوحته كبر جنة جائزة المعرض الثالث، وهي كانت أول لوحة حداثية تأخذ جائزة، واعتبر هذا التاريخ بداية حداثة بسوريا. وتضمن الحفل تكريم 3 فنانين كبار من اختصاصات مختلفة في الفن التشكيلي، بالإضافة لتكريم ذكرى 3 فنانين من الراحلين بحضور ذويهم، كما عزفت الفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية مقطوعة باسم الفنان فاتح المدرس من تأليف المايسترو عدنان فتح الله مع مقطوعات موسيقية أخرى. الفن التشكيلي بسوريا بشكل عام تطور بشكل كبير جدا، يعني وخاصة بعد تأسيس كلية الفنون الجميلة عام 60 من القرن الماضي، وكان إذا دور كبير وقدوم عديد من الأساتذة من دول مختلفة، هذا لعب كما أيضا دور كبير بتنوع المدارس اللي لعبت دور بتعليم الطلاب وتخريج دفعات جيدة بشكل عام وما زالت حتى الآن. تجربة الفن التشكيلي بالشكل العام عندنا بالقطر بدأت يعني تروح باتجاه الحداثة، وصار يعني كثرة من الفنانين بيشتغلوا على منح الحداثة. هلأ بما يخص الجانب الآخر اللي هو تكريم زملائنا الفنانين، خطوة كتير جبارة وكتير مهمة، وهي بتشجع يعني بتترك عند الفنان حالة من الطمأنينة يعني، وبتترك حافز عنده. دمج الأساليب وتكامل الرؤى في هذه المعارض هو خطوة نحو آفاق أرحب وأغنى تتنوع بأساليبها وتقنياتها وخروج عن المألوف وتحرر الأذهان من المفاهيم والقوالب الفنية التقليدية، لكنها تحافظ على هالة الأصالة بتجدد إبداعي شبابي.